بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. قال لك في المثل ايه؟ جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. على ما بقى دي؟ على ما دي بقى مش عارفين على ما يحصل كده هناخد وقت قد ايه، يعني مش عارف. على ما نربي العيال وعلى ما نعود جوازاتنا يدينا ويديكوا طول العمر بقى والصحه والنفس الطويل. حصل ولا ما حصلش؟ يعني هل بيحصل انه الناس بتتعود او بتغير الطباع او بيبقى متعود على حاجه طول عمره وبعدين بقى يدخل البيت بقى ويتجوز وكده ويتعود على حاجه تانية خالص غير اتعود عليها طول عمره، ولا ده ما حصلش؟ الحقيقه ان انا كتبت البوست ده على الصفحه وناس كتيره جدا قالت لي لا يعني تعيش انت يا حاج، مفيش حد بيتعود ولا الكلام ده، والطبع بيغلب التطبع والطبع بيطلع مع الروح والكلام ده كله. وفي بارقه امل في التعليقات، يعني في مثلا 2000 تعليق، في منهم 60 تعليق غيروا وعودوا وعملوا حاجات لطيفة جدا في حياتهم. فاحنا عايزين نشوف الستين تعليق دول ايه، يعني عملتوا ايه؟ طب يا جماعة، حلقتي النهاردة مع مروة الصعيدي، مدربة مهارات حياتية. مروة، المثل ده صحيح؟ اه طبعا صحيح جدا. جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. طبعا ابنك على ما تربيه طبعا، لان التربية اساسها الام في البيت، وانت بتخلقي بني ادم جديد بقى بشخصيه جديده بتربيه جديده. جوزك على ما تعوديه ده حقيقي جدا. تعالي بصي كده، ثلاث ارباع المشاكل اللي في البيوت تيجي تقول لك ايه؟ انا ما بيعملش معايا اي حاجه، انا اللي شايله البيت كله، انا اللي بعمل كل حاجه لوحدي. طب تعالي نرجع ورا كده، اول ما اتجوزته كنت بتعملي ايه؟ فتيجي تلاقيها بتقول لي ايه؟ اصل هو كان مشغول، فانا كنت بحب اروح لمامتي، فبقيت اقول له خلاص تتعبش نفسك، انا هعرف اروح، انا هودي انا الولاد التمارين لو انت مش فاضي، لو نسي عيد ميلاد ابنه او نسي عيد ميلادك او نسي مناسبه فبتفوتي وتقولي مش مشكله، ما هو مش فاضي، هو مشغول، كفايه اللي عنده. طيب خلاص، دي اول لقطه اهو في اول جوازنا. بعد 10 سنين بقى حضرتك عودتيه على ايه؟ على ان انا اللي شايله وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي وانا اللي بشتكي ان هو ما شالش وهو ما خدش باله وهو نسي وهو ما بيعملش معايا حاجه. انت بتتكلمي على التعويد من الناحيه اللي من ورا، فانت من قدام. ايوه، فانت عودتيه على ايه بقى؟ فهو فعلا جوزك على ما تعوديه. طب لو انا من الاول عودته يا دعاء انه في حاجات انا هقدر اعملها وفي حاجات مش هينفع اعملها اطلاقا، لازم انت اللي تعملها، هيتعود، هيبقى عارف. بس بيبقى في صراع في الاول، وبيبقى عارفه مصارعه السومو دي، أيوة بيبقوا واقفين لبعض كده، فهي في اول سنه. ده بيبقى يعني أول لا انا سنة. مش متعوده اعمل كده في بيت ماما، وانت اللي تعملي وانت اللي جايه تعملي. حلو قوي. فهي احنا دلوقتي سيبنا بيت ماما، انت سبت بيت ماما وانا سبت بيت ماما، وبنعمل بيت جديد برولز جديده او بقواعد جديده وبمبادئ جديده وبطباع جديده. اول سنه بتبقى عامله زي الساموراي. ليه؟ في الخناق بتاعهم، لانه خلاص انا جايه متعوده على حاجات مش عارفه اغيرها. عقلك بيوهمك انك مش هتعرفي تغيريها، لكن الحقيقه بتقول ان احنا بنتغير. طبيعي جدا بنتغير مع الوقت ومع الزمن وبالعشره. ففكره انه مفيش حد بيتغير دي، هو مفيش حد بيتغير عشان خاطر حد، ده حقيقي، بس انا ممكن اتغير بسببك، هتغير للاحسن او هتغير للأسوأ. واحنا اللي بنعلم الطرف اللي قدامنا يتعامل معانا كويس ازاي، او يشيل معايا مسؤوليه ازاي. فطبيعي جدا ان جوزك على حسب ما هيتعود في المعامله معاكي. طيب تعليقات الناس، طبعا انا موقعاني من الضحك. طبعا إلينا بتقول لك ايه؟ الله الوكيل، لا دول اتربوا ولا دول اتعودوا. جدا احنا اللي اتربينا. محدش اتربى غيرنا. قالت لك ولا ده بيتربى ولا ده بيتعود. ياسمين محسن قالت ايه؟ ما كانش بياكل كوسه وعودته ياكلها. ده دي بصراحه انت عملتي انجاز انا مش عارفه اعمله لغايه دلوقتي، لا هو ولا العيال بياكلوا كوسه، فما اعرفش دي عملتيها ازاي، محتاجين كورس في موضوع تعودهم على الكوسه ده. اهي الكوسه دي صعبه جدا. هبه بتقول لك جوزي اتغير في حاجات بحكم العشره، وانا كمان اتغيرت شويه، محدش بيغير حد، العشره والظروف هي بالزبط. اللي بتغير. في حاجات وحاجات يا دعاء، انا جوزي كان استحاله ياكل الاكل بايت، دلوقتي بياكل عادي. دي زيزي، اقول له حرام هيترمي يعني؟ فكان رافض فكره الشغل تماما، الحمد لله وافق،
ربنا يثبته مع الإصرار والزن. كل حاجة بتيجي على فكرة، الإصرار وزن مع راجل ممكن تجيب نتيجة، وممكن مع واحد تاني تجيب لا قدر الله تماماً. تجيب حوادث وتجيب بالزهر. حاجات وحشة. فما تسمعوش قوي التعليقات يعني ناخدها كده، لا كل حد على حسب طباعه. ربنا يستر وما يشوفش الكومنت عشان هيقعدك. اما بقى اولادي فانا فوضت امري لله فيهم. ما هو في حاجه بتظبط وحاجه بتبوظ، يعني عارفه لا يعني موضوع الاكل ده صعب ولا سهل؟ لا هل في حد يبقى داخل ما بيحبش المسقعه فاحببه بيها بالعافيه؟ ده حقيقي. لا بصي يا دعاء، معقوله. طبعا زي ما هي قالت لك، هو كبر في بيت كل الناس مش بياكلوا مثلا المسقعه او مش بياكلوا الكوسه، وانت ام اهو، ماما انا ما بحبش الكوسه، وانت طول عمرك عارفه ان انا ما بحبش الكوسه، عملتي كوسه مش هاكلها، تضطري تعملي اكل تاني. انما لو ضغطتي على ابنك مثلا قلتي له ما فيش غير ده وما ينفعش نقول على نعمه ربنا لا، ولازم نتعود ناكل اي حاجه وكل حاجه، هيقاوح مره التانيه التالته، الجوع هيقرصه هياكل. فطبعا انت جوزك جاي جاهز، انا ما باكلش كوسه، ما تشتريش كوسه اصلا، طب انا بحبها، طب دوقها، طب جرب، طب يمكن تعجبك، فممكن فعلا يدوق ويجرب فتعجبه مثلا. مثلا، لان انا مش ماما، مش هضغط عليه او مش هاجي على نفسي فمش هعملها. الا بقى لو انت وجوزك ولادك جايين بقى، يعني انت وجوزك جايين من بيت اصلا لا يعترف بالكوسه. تقول لك ايه رغده؟ لا ابدا، هو جاب لي توحد بعد ما كنت اجتماعيه اقسم بالله. هو في يعني مثلا زوجة تبقى داخلة اجتماعية ولذيذة وبتخرج وصحابها وكده، فهو يقرر انه مفيش خروج، تقاطع صحابها، تقاطع الناس، معرفش ايه كده، فاوكي بيسلموا بالامر الواقع يعني ومفيش مشكلة وبتتعامل. تمام. ف يعني هي اللي بتتعود على الحاجات، يعني هو اللي عودها مش هي، ما بتعودوش على السيستم اللي كانت ماشية عليه قبل بصي، كده. هو في فرق بين التعود والسيطرة. تمام. لا يعني لو احنا مثلا، هي بتقول انا جوزي جاله توحد، في ستات يعني بتبقى ايه تاكتف، بتحب تتكلم وتحكي وتهزر وتضحك في البيت مع اصحابها مع اخواتها، وجوزها كلامه قليل اصلا، فواحده واحده هو خلاص كلامه قليل، فهي كمان بقى في البيت كلامها قليل. لكن لو ست اصلا سوشيال اجتماعيه وعندها اصحاب وتحب تروح لاهلها واصحابها وتتكلم في التليفون وتشتغل، وهو جه خلاها منعزله، دي حاجة تانية خالص. هو كده فرض عليها سيطرة معينة بعقوبات معينة، هي ما كانش عندها قدرة على التفاوض أو فك السيطرة ده، فاستسلمت للوضع الجديد. طب خليني أخد ريم. ألو. أهلا يا ريم، إزيك؟ أهلا يا دعاء، إزيك؟ الحمد لله. جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، صح ولا غلط؟ بصي، أنا الموضوع خدني معاكم في حتة تانية خالص فلسفية. قولي. تمام؟ انا شايفه ان هو بيبقى حظ ورزق. يعني انت ممكن يبقى جوزك فليكسبل ان هو يتعود على حاجه، خلاص ده بيرجع بقى لتربيته اصلا، يعني هل هو اتربى تربيه سهله كده وسلسه ولطيفه، ولا راح بقى في سكه اوعى تمشي ورا مراتك وتسمع كلامها والكلام ده. فبيبقى الموضوع شويه راجع لهو نشا اصلا ازاي. يعني انا قعدت افكر في حياتي مع جوزي بعد الكلام اللي انتوا بتقولوه. هو اتعود على شويه حاجات وحاجات رفضها، يعني خد مني شويه حاجات، الاكل واللايف ستايل البسيطه دي سهل ان هو يتعود عليها. تمام. لكن في حاجات في اساسيات تربيته ما عرفتش خالص غير طبعه فيها. زي ايه مثلا؟ زي الالتزام بالمواعيد مثلا. خلاص هو اتعود على ان هو بيصحى، يعني يظبط الموبايل بتاعه على الساعه 6 علشان شغله الساعه 9، خلاص احنا هنقعد ساعتين بنضحي فيه. هو اتعود ان الالتزام بالمواعيد حاجه مش ضروريه. ما كانش بياكل الكوسه زي ما انتم اتكلمتوا يعني مثلا، بس بقى بياكلها عادي. طب يعني والله في كويس حاجات، موضوع الكوسه ده. في حاجات اساسيات الحياه اتعود عليها، حاسس انها مريحه معايا، وفي حاجات لا كانت في بيت اهله اريح فخلاص فرفضها مني. تمام. بالنسبه للولاد بقى، يعني انا فضلت فتره كبيره ولادي منعاهم من مثلا حاجات مش هيلثي بياكلوها، اللي طول الوقت بنشتكي ان هم بياكلوها وبتاع. بعد بقى سن معين بتبقي انت اللي بتتربي مش هم. خلاص تربيتي لغايه مثلا 9 سنين 10، وبعد كده المجتمع. وبعد كده بس سلمك انت شخصيا. خلاص ما بيبقالكيش السيطره، خلاص السيطره الكامله.
بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت بيبقى ليكي السيطره الكامله في الحاجات الاساسيه قوي، الاخلاق، الدين، السرقه لا، الكذب حرام، انك تعاكس بنتي ده قله ادب، الحاجات دي بتفضل. أيوة. لكن بقى ما تاكلش النودلز، ما تشربش مش عارف ايه، لا دي بتفضل تروح وتيجي. صح. فالمهم انت ما تتزمتيش في كل حاجه، تزمتي بس في الحاجات الاخلاقيه اللي فعلا هتبقى في يوم من الايام تضره. لكن وبرضه يعني عشان ابقى منصفه والستات ما يخبطوش راسهم في الحيطه، ده بيبقى برضه رزق من عند ربنا، ان ربنا يديكي ناس قادره. صحيح. الفكرة، شكرا ليك يا ريم، فكرة الفلكسبيليتي أو المرونة، إنه ده رزق، تاخدي حد مرن ده رزق من ربنا. ممكن حد يبقى دماغه ناشفة جدا، وحد زي ما أنت قلتي هيدخل في سكة لا أنت هتمشي ورا كلام مراتك، ولو إن هي مثلا ما بتبقاش عايزة تمشيه يعني على حاجة، يعني هي حاجات عادية، بس فكرة إنه هي طالما اتقالت منها يبقى نعمل عكسها. في طريقة معينة يا دعاء لو الست اتعودت تتكلم بيها مع جوزها بتلين الحجر، زي كده حجر الجرانيت لما كل يوم تنقطي عليه نقطة مية في الآخر لازم هيبوش. الطريقة اللي بعرض بيها أو بطلب بيها الحاجة إنها تتغير، عارفة لما تيجي تقول له إيه، يعني أنا بحبك قوي وشايفة إنه يعني عارف لو ظبطت مواعيد نومك هتبقى صحتك احسن، انا نفسي صحتك تبقى احسن من كده، انا نفسي ربنا يبارك فيك، مره في الثانيه في الثالثه. لكن في طريقه ثانيه، هو ما فيش احترام المواعيد، هو كل يوم لازم يطلع روحي عشان اقعد اصحيك ساعتين، عارفه ساعتها بقى دعاء، طب ايه رايك بقى والله ما انا صاحي، طب انا هقعد بدل ساعتين هقعد ثلاثه. العند بيجي كده في عقلنا الباطن او في تفكيرنا بناء على طريقه الكلام اللي انت بتقولي بيها، اللي هي دايما اقول عليها يا جماعه البدايات اللطيفه، يعني جري رجله كده، اسحبيه واحده واحده، لحد لما في وقت لازم الطرف الثاني سواء راجل او ست هيتكسف على دمه ويعمل كده فعلا. والله مرات اخويا غيرت حاجات كتير فيه بصراحه، ربنا يديها الصحه. للاسف الطبع عمره ما بيتغير، والواحده بتقدم تنازلات عشان الحياه تمشي. منى بقى بتقول لك انا جوزي كان غير منظم نهائيا، والحمد لله اتعود على طريقه حياتي في النظام، وكل حاجه زي ما بياخدها بيرجعها مكانها. ايه دي انت، ده انت ايه دي انت جباره، ادينا كورس. يعني الحد اللي يبقى مهرجل وتعلمه بعد ما يكبر انه يبقى منظم، ده ابداع طبعا، ده شيء خارق. وكمان كان اكله كله من الشارع، بقالنا 3 سنين متجوزين، نادرا ما ناكل حاجه من بره، وكان بياخد سكر كتير في المشروبات، دلوقتي معلقه واحده للشاي. لا ده دي مدربه مهارات حياتي. اكيد منى ابراهيم. ايه يا منى اللي انت عملتيه ده؟ منى ابراهيم فعلا هتلاقي اسلوبها، لو اتكلمنا معاها هتلاقي كان ليها اسلوب مختلف تماما، هو اللي اجبره فعلا على التغيير ده. وده بيثبت اهو ان الطبع ما بيغلبش التطبع. صحيح. ولا حاجه، يعني في ناس بتقدر. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقات. مشاهدينا مرة تانية، وبسؤالنا للسيدات، جوزك على ما تعوديه فعلا؟ مثلا صفاء بتقول حرفيا يكاد يكون مستحيل، أنا وجوزي لينا طباع مختلفة في التعامل مع الناس، وللأسف مش أنا لوحدي اللي شايفة إنه لازم يتغير، هو مستهتر، بيعرف الشخص الأول مرة فيتعامل معاه كأنه عارفه من سنين، ويحكي له تفاصيل التفاصيل في شغله وحياته لما بيته اتخرب، مفيش خطوة بيفكر مجرد تفكير انه يعملها الا والدنيا كلها لازم تعرفها، وبالتالي الناس بتستهتر بيه، وده رد فعل طبيعي لانه كتاب مفتوح لكل الناس، حرفيا تعبت منه، مفيش حاجة بتكمل في حياتنا. فعلا صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الاغرب انه بينكر انه قال، وبيتهمني ان انا اللي اتكلمت.
او انا اللي حكيت لاختي مثلا وده ما بيحصلش، ولو قعدته يتفرج على برنامج ديني او ثقافي وفي شكوى زي حالته ينكر ويغضب ويقول لا مش انا، لا انا مش كده. فكره ان انا واجهه وافرجه على حاله زي حالته وكده، ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا، لانه هيعمل حاجه من الاثنين، يا هيهرب منك يا هيتخانق معاكي زي ما بنقول يا فايت يا فلايت. وفي شخصيات معينه يا دعاء اصلا ما ينفعش اواجهها، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن اضطراب الشخصيه النرجسيه والسيكوباتيه، ما ينفعش اروح للغوله كده اقول لها انت عينك حمراء، لا انا عيني مش حمراء، ده انا هخلي عينيك انت الاثنين اللي حمراء. فدول اكبر غلط بنعمله معاهم ان انا اواجهه بشكل صريح واقول له بص زي ما انت بتعمل، بص زي ما انت بتقول. هيعمل حاجه من الاثنين، يا هينكر زي ما جوزها عمل، يا اما هيتخانق وهتواجه بقى عاصفه من الغضب وعاصفه نرجسيه لا قبل لها بها، لو احنا بنتكلم بقى ان هو شخص مسيطر او شخص نرجسي. فمش صح طبعا خالص ان انا اواجه حد. ايمان، الو. الو، اهلا يا ايمان، ازيك؟ ازاي حضرتك يا استاذ دعاء؟ الحمد لله تمام. جوزك على ما تعوديه صح؟ مش دايما، بس في بعض الاحيان في حاجات وحاجات ممكن نعوده عليها وفي حاجات ما بينفعش نعود عليها. اصل هو برضو اتعود على حاجات في بيت اهله مش هيقدر يغيرها. في حاجات معينه ممكن تتغير، يعني انا مثلا جوزي كان فاقد لحته النظام تماما. اي نعم ان هو ما بقاش بيرفكت 100%، بس بقى ايه، بقى بيخاف مني اساسا ان هو يحط حاجه مش في مكانها، علشان ايه؟ علشان انا ممكن ايه اعمل مشكله. طب ليه؟ وده مكانه فين وده مكانه فين؟ بيشتري وده ما دماغه بعمل يعني مع الولاد بعمل معاه، بيشتري دماغه بقى، هيقول لك هتقعد بقى تزهقنا بقى وتقعد بالظبط تزن وتقرفنا، فبيشتري دماغه فبقى يحط الحاجه في مكانها وخلاص. بالظبط كده. انما ابنك على ما تربيه، ابني زي ما مامته ربته وعودته وطلعته زي ما هي عايزه، انا برضو ابني هطلعه وهربيه زي ما انا عايزه. وهيطلع زي ما انا اتربيت او زي ما انا هعوده ان هو يطلع. في امهات كان بيبقى بتسيب ولادها بيعملوا كل اللي هم عايزينه، يقول لك ده طفل، فللاسف بيكبر متعود على حاجات معينه ما بيقدرش يغيرها بعد كده. يعني طبعا اكيد الطباع دي ما بتتغيرش، بس العادات والسلوكيات في بعض منها بتتغير بشكل نهائي، وفي بتتغير يعني بنسبه، وفي ما بتتغيرش خالص. السلوكيات بتتغير يعني العادات ممكن تتغير، انما السلوكيات يعني انا سلوكي، انا شخص عصبي. واحده بقى كتبت قالت بسم الله ما شاء الله، هو كان عصبي الحمد لله والشكر لله بقى عصبي جدا جدا، يعني هي بتقول ما هو ده تغيير برضو. ده تغيير، ما هو ده تغيير من عصبي لعصبي، بس اكيد طالما بقى عصبي جدا جدا اكيد في سبب فيها هي مخليها عصبي جدا جدا. او في الولاد يعني، بس لا، في سلوكيات برضو ممكن تتغير. حته ان انا مثلا اعوده ان انا لما يكون عندي مثلا ضيوف ان انت لازم تبقى متواجد. هو انا في البدايه برضو ما كانش يقول لي لا لا انا مش اجتماعي ومش عايز اقعد ومش عايز ابقى موجود. عارفيني من حته ان انا اروح اتعزم عند حد او حد يتعزم عندي او ما كانش بيرضى خالص. عودتيه هو يوافق. بالظبط، واحده واحده، لان احنا عايشين في مجتمع صحيح. ولادنا لازم هيختلطوا بالناس دي صحيح. واحنا لازم نعودهم على ده. صحيح، برافو عليك يا ايمان، كويس، استمري. شكرا لك يا ايمان. السلوكيات بتتغير؟ طبعا السلوكيات بتتغير، والا ما كانش بقى في عندنا سيكشن كامل في الصحه النفسيه اسمه كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، اللي هو تعديل السلوك. طيب طبعا السلوك بيتغير. طيب في بتقول لك رشا، احنا دعاء احنا بالعراق عندنا مثل مشهور بيقول طبع اللي بالبدن ما يغيره الا الكفن. زي احنا زي الطبع بيخرج مع الروح، هو نفسه مستحيل شخص يتغير، بس اكو يغيرون اسلوب حياه ممكن، وبحاله انه المقابل. انا مش عارفه قوي افسر، بس يعني ايه بيطلع مع الكفن. احنا الاثنين اتغيرنا، عودته ياكل بسله بالجزر والبطاطس وهو عودني ياكل عدس. هو ما كانش بياكل بطاطس ليه؟ ما هو غريب برضو، يعني البطاطس دي فيها ايه؟ من ناحية الأكل أيوه خلاص اتعود على اللي بعمله وخلاص، بس السهر لا. دخل على السنة الثامنة جواز
وما قدرتش اخليه يبطل سهر وحاجات كتير معرفتش اغيرها، يعني خلاص ما فيش فايدة. يعني الحمد لله في حاجات كتير غيرتها، بس للأسف من حين لآخر الطبع بيغلب التطبع. سحر بتقولك هو المثل بيقول كده فعلا، بس سبحان الله لا الرجالة بتتعود ولا العيال بتتربى. ممكن لو زوجة ذكية تقدر، وهل يستطيع الرجل أن يغير طباع زوجته؟ طبعا. دي واحدة بتسأل. ده هو السهل، ان الراجل يعني بيضغط على مراته فبيغير طباعها. لكن الصعب، عشان كده المثل الشعبي طلع ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، لانه هو طلع على الايه، على الطرف الاصعب في انه يتعود او يتغير. لكن السهل ان الراجل يغير طبع وصفات وشخصية مراته اصلا. طيب يعني احنا طول الوقت بنسمع عن الزوج اللي يعني احنا بنسمعها كده من الناس، يقول لك ده مراته غيرته من ناحيه اهله، ده مراته خليته ما يكلمش اهله، ده مراته مش عارفه خليته قلب على اخته، ده مراته يعني منين الطباع بتتغير، ومنين واحده تقدر تاثر في حد، ولا هم يعني ولا هم بيقولوا كده بيبقى ده متهيأ لهم ولا ايه؟ لا خالص مش بيتهيأ لهم. لو تفتكري حلقه السلايف، ان انا اغير طبع او عاده عند بني ادم او سلوك دي بتاخد وقت، لكن ان انا زن على حد بكلام ووقع دي ما بتاخدش وقت خالص. حتى في نفس المثل الامثال الشعبيه بيقول لك الزن على الودان امر من السحر. ايوه، يعني الزن على الودان ممكن يقوم بافعال السحر اللي هو بيعد شرك بالله، ما يعرفش يقوم بيها او ما يقدرش يعملها السحر اللي بيعد شرك بالله، لكن سهل قوي ان الزن والكلام يعملها. ايه اكتر حاجه ممكن الراجل، يعني فكره ان الراجل يبقى مهرجل وبعد كده الست تعوده يبقى منظم، دي حاجه هايله طبعا. الاكل ده اسهل حاجه يعني في الدنيا، مش مشكله يعني حتى لو ما اكلش الكوسه مش قصه، يعني مش هنبوظ حياتنا على الكوسه بعمليها لوحدك. انما ايه اكتر حاجه صعب تغييرها؟ اكتر حاجه صعب تغييرها في الراجل بناء بقى على الكلام الكتير والتعليقات، يقول لك انا اللي هو الشخص العصبي جدا اللي ايده ولسانه سابق كلامه. ده بقى اللي بياخد معانا وقت شويه، سواء بقى احنا لما بيلجأوا بقى لمساعده حد او مراته بالتعود، بس ده ما ينفعش او مش مقنع انه يجي يقول لك اصل انا شخص عصبي، اصل انا بني ادم عصبي، زي اللي كاتبه في التعليقات جوزي كان عصبي بقى عصبي جدا. هو عصبي على مين؟ هو عصبي على الطرف اللي عارف ان هو هيستحمل العصبيه ومش هيقول بم. نفس الشخص العصبي ده يا دعاء، هل يقدر يمد لسانه بالكلام او على مديره او على حد في الشارع؟ لا. طب اشمعنى قدرت تتحكم في رد فعلك هنا وما قدرتش تتحكم في رد فعلك هنا؟ اذا الخلاصه انه حتى العصبيه الشديده وطريقه التعبير عن الغضب انا بقدر اتحكم فيها، بس هو عقلي اتعود على اني افرغ غضبي بالطريقه دي مع الناس دي، واقف وامسك نفسي مع الناس دي. فمعنى كده انه لا، في سلوكيات بتتغير، بتاخد وقت، لكن في النهايه بقدر اغيرها، بقدر اعود عقلي على اللي هو مش عايز يتعود عليه او اللي استسهله. والحقيقه انه ربنا ما بيألف بين القلوب وبعضها، وتلاقي مثلا ناس عشره عمر بقالهم حاجه وخمسين سنه، اكيد هم مش كربونه يعني، لا يمكن، اكيد اتطبعوا واستحملوا بعض وحصل تنازل. المهم انه سبحانه وتعالى يألف بين القلوب، يعني الناس تستحمل بعضها. انا ممكن استحمل طبع جوزي اللي فيه مثلا حته ما كانتش عجباني بس خلاص اتعودت، وممكن استحمل مراتي اللي فيها كده بس خلاص اتعودت، عشان هي خلاص الحياه بقى عشقت في بعضها بالظبط كده، خلاص ما بقيناش نقدر نستغنى عن بعض. الراجل بقى ده عشره عمري ودي عشره عمري. نتمنى ان احنا نوصل للصوره الحلوه بتاعه الراجل والست اللي هم خلاص وصلوا للسبعين والثمانين ومتسندين على بعض بالظبط، مش حب بقى وطبعي وطبعك، بقى في موده ورحمه وعشره زي ما قلتي. صحيح. شكرا جزيلا مروه الصعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الأنفال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أهلا بحضرتك معي. أهلا بك وسهلا يا أستاذ. دي في سورة الأنفال. نعم. يعني المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم فكرة إذا وجلت قلوبهم، أنا مش فاهمة الحتة دي إيش معنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. سيادتك عارفة أن الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين. الدين ثلاث مراتب. المرتبة الدنيا اللي هي لعامة المسلمين، لعامة من أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وإن قصر في بعض هذه الفرائض أو الأركان، ودي اللي بتتسع لمليار وحوالي 600-700 مليون مسلم على مستوى العالم. هؤلاء يا سيدتي إذا وقر في قلبهم الإيمان واستقرت في نفوسهم العقيدة وحب الله سبحانه وتعالى، ظهر هذا على الجوارح. وأول هذه الجوارح القلب، فهو الملك. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. صدقه العمل. طيب ما فيش صدقه العمل، يبقى ما فيش شيء يقر في القلب. ليه؟ لأن القرآن ذكر الإيمان والعمل مقترنين في 52 موضع في القرآن. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، 52 موضع في القرآن بهذا الشكل. وقال لنا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. اقتران برضه. وقال ومن يعمل من الصالحات وهو، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات في سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. صحيح صحيح. لما تكلم في سورة الأنفال عن الغنائم والتي ما كانوا يعرفون توزيعها لأنها كانت أول مرة بعد بدر، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من بقى هم المؤمنين؟ دي صفات وأخلاق. أولها يا حضرتك إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبه، لأنه بيستحضر عظمة ربنا. فلما الإنسان يستحضر عظمة ربنا شيء طبيعي، الوجل هو الخوف الاضطراب مع الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن نفسه بيقال لنا كده وبيعمل معانا كده: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالوجل هنا لين، رقة بتحصل في القلب، يحصل معها حضرتك استجابة. طيب وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم. كلما استمعنا للقرآن وقرأنا القرآن ونظرنا في الكون، في الناس ذات إيمان. صحيح. إذا الناس ذات طمأنينة وناس ذات خوف. هي تركيبة عجيبة جدا في القلب في علاقته بالرب سبحانه وتعالى. أنا ممكن أبقى ماشي في حتة مهجورة فخايف، بس ما ينفعش أبقى خايف ومطمن في نفس الوقت. أيوة. مش كده؟ طب مع ربنا أنا الاتنين مع بعض، خايف ومطمئن، كل شيء تخافيه تفرين منه. أيوة. إلا الله نخافه فنفر إليه. ففروا إلى الله. صحيح. أنا بخوفكم منه روحوا له، ففروا إلى الله. وللتركيبة العجيبة في علاقتنا بربنا وعلاقة القلب بالرب. فالقلب بالله مطمئن والقلب من الله واجل. الطمأنينة تخليني أنا مطمئن، أنا بدأت أطمئن القلوب، ربي الله، وفي نفس الوقت خايف على شعوري بربنا وعلاقتي بربنا أنها تتزلزل. فيها إجلال، نوع من الإجلال والرهبة. إجلال بإشفاق. فأنا مش عايزه يشوفني على معصية، مش عايزه يشوفني وأنا خايف من غيره ولا متوكل على غيره. وبالتالي قال بعدها على طول وعلى ربهم يتوكلون. يترجموا الكلام ده لعمل، عمل فيما بينه وبين الله يقيمون الصلاة، وفيما بينه وبين الناس مما رزقناهم ينفقون. يبقى إذن هذه صفة المؤمن: قلبه وجل، على ربه متوكل، مقيم للصلاة، منفق مما رزقه الله. وهنا ما قالش حتى يزكون، ما قالش في أموالهم حق معلوم. صحيح. لا، ده مما رزقهم الله. قد يرزقني الله علما فصدقته أن أعلم، المدرس، المحاسب،
الموظف القديم يعلم الصغير اللي جاي. أيوة. أيوة. الفن في أي مجال يعلم اللي جاي يتصدق، يعتبر صحيح. دي صدقته. صحيح. اللي معاه مال يجود على الأسر المسكينة والفقيرة، يساهم في أعمال البر والمعروف من خلال المؤسسات والجمعيات زي البر والتقوى، فيحسن إلى الناس. دي سلوكيات بتعبر فعلا عن الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. لما تلاقي الإنسان بيتصدق اشهدي له بالإيمان، لأنه انتصر على نفسه. فهذه صفات وخصائص أهل الإيمان. من غير ما تتحقق الخصائص دي يبقى احنا محتاجين حضرتك نراجع نفسنا، لأنه قال بعدها إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى في إيمان حق وفي إيمان مزعوم. مزعوم. هي في سورة الحجرات لما الأعراب قالوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا كده بالضبط أسلمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم مسلمين، أهلا وسهلا. مسلمين يعني إيه؟ يعني بتحب ربنا، بتحب النبي، بس يعني ما أنتوش على الطريق قوي. المؤمن لا، ده على الطريق قوي. عشان كده بعدها قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنا عندي مؤمن صادق ومؤمن دعي. عندي مؤمن إيمان حق ومؤمن إيمان باطل. أيوة. ما هواش حق. نحن لا نتهم أحدا، لكن كل واحد يعني يعرض نفسه على هذه الآيات. ما تعرضش غيرك. أيوة. أنا آسف جدا هتكلم مع حضرتك. ما ينفعش أقول طب أنا هشوف بقى الأستاذة منال هي فين من الكلام ده، أنا مالي. أنا مالي. لا يا سالم، شوف نفسك أنت فين مع الكلام ده. ربنا بيقول لك أهو يا سالم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. شوف نفسك بقى يا سالم، لما بيذكر ربنا بيوجل قلبك ولا لا؟ لما تتلى عليك آياته بيزداد إيمانك ولا بينقص؟ ولا ما بيفرقش؟ أنت متوكل على الله ولا لا؟ بتقيم الصلاة ولا لا؟ بتنفق مما رزقك الله ولا لا؟ فأنا أنا أعمل لنفسي ميزان على هذه الأشياء. كان ده كل حد من مشاهدينا الكرام. كل حد يوزن نفسه، بس ماليش دعوة بغيري. ما وزنش غيري على هذه الصفات. صحيح. ما جيش أقول فلان ما بصليش يبقى مش مؤمن حق، أنا مالي؟ هو ما قاليش الصفات دي عشان أحاسب عليها الناس وامتحن عليها الناس. قال لي الصفات عشان امتحن عليها نفسي بس. صحيح. بس اللي أنا مسؤول عنها. عشان في النهاية يتقال لي أنت مؤمن على حق ولا للأسف على باطل وعلى ادعاء. وخلي بال حضرتك عشان برضو الناس يفهموا كلامنا. ليس معنى أن الله عز وجل يثبت لمن اتصفوا بهذه الصفات الإيمان الحق أن من لم يتصف بهذه الصفات وهو مسلم ويدعي الإيمان أنه كافر. مش معنى إيه؟ أنه مش مؤمن حق أنه كافر. لا. في عندي بين المؤمن الحق وبين الكافر، في عندي المؤمن إيمان ضعيف. صحيح. وعندي المسلم الطبيعي. صحيح. والعادي وخلاص. كوني أنشد الكمال. صحيح. وأرجو الارتقاء في الدين، وأتمنى وأرجو من كل إخواننا مشاهدينا الكرام وكل المسلمين في مشارق الأرض وكل البشر، أتمنى لهم أن يكونوا مؤمنين إيمان حق، وأدعوهم إلى ده بالرفق وبالمعروف وبالكلمة الطيبة وبدون عنف ولا خلافه. ده أمنية طيبة جدا. طيب. إنما أن أنا أحكم على حد لا طبعا ما ينفعش. من أهم اللي حضرتك ذكرته أنه اقتران الإيمان بالعمل الصالح. انه يعني ما ينفعش الايمان يبقى مثلا كلام بس خالص. او صلاه بس ما ينفعش. ليه بقى؟ او مسجد بس او يعني لازم عمل صالح طبعا. فيعني وحضرتك قلت في 52 موضع. شوفي يا سيدتي. لما ربنا يقول فويل للمصلين، مع المفروض يقول الكرامه للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. البعض يقول ما بيحافظوش على الصلوات او يصلي الظهر مع العصر اخر النهار بالليل لما يروح، ولا يجمع الخمس صلوات ولا بتاع. الحقيقه مش كده. الحقيقه هو قد يكون انسان زي حالي بيصلي امام بالناس، بيصلي الفروض الخمسه جماعه، لكنه لم يتخلق باخلاق المصلين. لانه الايمان سلوك. الايمان عمل. حتى العبادات نفسها التي هي ثمرة الإيمان هي سلوك وعمل. صحيح. عشان كده قال بعدها الذين هم يراؤون وكان ينبغي أن يكونوا مخلصين ويمنعون المعون حق الضعيف. ناس غلابة زي دول محتاجين معونة زي ما احنا شايفين قدامنا. أيوة. ناس محتاجة كلمة طيبة. أخت ضعيفة لها ميراث الأخ القوي ما يدهلهاش. زوجة طلقت فما يديش ما يديلهاش حقها. مش عارف بنت ما يظلمها ويدي الولد أكتر منها. كل ده
يؤثر في صحة الصلاة وإن كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة. الإيمان في النهاية عمل، الإيمان أخلاق. الصلاة والعبادة نفسها يجب أن ترجم إلى عمل. حتى الزكاة وحتى الصدقة يا سيدتي هي كلها عمل، هي كلها عطاء عشان نسعد الناس. اللي بيتعمل له سقف ولا بيتبنى له في 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 بير في مكان، او يتعمل له بير في مكان محتاجين فيه ميه، ولا يوصل له كل دير عشان يجيب له ميه. كل سلوكيات وعمل لو احنا قصرنا فيها هيبقى ايماننا على المحك. لانه في النهايه الله سبحانه وتعالى قرن الايمان بالعمل كما ذكرنا في القران. ما فيش ايه في القران ينظر انك تجد ايه بدون عمل. صحيح. في ايمان بدون عمل؟ صحيح. ما ينفعش. صحيح. اصلا لانه من زعم الايمان، لما حد من الصحابة بيسأل نفسا بيقول له كيف أصبحت يا فلان يا حارثة؟ قال أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت كأني أرى النار وأرى الجنة. وأصبح عندي مستوى التبر اللي هو التراب مع الذهب. فقال عرفت فلزم. إحنا محتاجين نوصل للحالة الطيبة دي، فنبقى شايفين ومعينين كنا شايفين الجنة نعمل لها. صحيح. ونبذل ونعطي ونساهم ونساعد الأسر المحتاجة من إطعام وخلاف ونعطيها. دخلنا على مدارس وجامعات اللي محتاجين مصاريف ما ندخرش. طيب أشياء عديدة. عمل الصالحات هل هو فقط التصدق وفعل الخير، ولا في أعمال أخرى ممكن نقول عليها عمل؟ كل عمل نافع يا سيدتي اسمه عمل صالح. القرآن لما قال عملوا الصالحات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما حطش اسم، حطش عنوان، عشان يسيبها لنا مفتوحة. جميل. ذاك الإنسان اللي ماشي في الطريق يعني لم يشق على يعني طبعاً. يا ربنا سبحانه وتعالى فكرة تحديد خالص. العمل الصالح دي قد تكون فيها مشقة. مش بس كده. أنا أتقن شيئا. صحيح. يحرمني منه ليه؟ وهذا يذكر شيئا آخر، والقليل والكثير عند الله سبحانه وتعالى سواء. بدم نية أن أعمل إزاحة الحجر عن الطريق صدقة. صحيح. واللي أزاح غصن شجرة عن طريق الناس هم يأذهمش وما يعطلهمش دخل بذلك الجنة. واللي سأت كلب أعزك الله دخلت الجنة. وامرأة كان يذكر من صلاتها وصدقتها، الناس بتنضروا بصلاتها وتطوعها وذكرها، غير أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. والنبي اللي قال امرأة أخرى بيذكرها قدام النبي كده من باب يعني إيه، يعني كأنه بيستقلوا بيها. لا فلانة يعني يدوب بتصلي الفروض ونصلت سنة العشاء مرة كده ولا بتأخر وبركة ما صلتش وما بتتصدق بحاجات قليلة قوي، درهم ولا بتاع، تنصدق بدنانير دي بصدق بالدراهم وبتاع، غير انها تحسن الى جيرانها. قال هي في الجنه. ده عمل طول. صالح. طبعا الست اللي حبست القطه. ايوه طبعا. لم ينفعها ايمانها. ودخلت النار بسببها. فالعمل الصالح نفس السلام الاماطه الاذى عن الطريق صدقه. فتبسمك في وجه اخيك صدقه. احسنتي. وادخل اللي هي النار ولو بشق تمره مثلا. طب اقول لك على حاجه اخيره بقى في القصه دي كمان، ولما يقول كف اذاك عن الناس. يعني حتى لو ما قدرتش انفع ما اذيهمش، ما اضرش. ولما عرف المسلم عرفه بايه حضرتك؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وما قالش من سلم المسلمون، في روايه من سلم المسلمون. بس انا ارجو من مشايخنا اللي يعني لو يوصلهم كلامي ده ما نقولش روايه من سلم المسلمون، لان عندي روايه ثانيه من سلم الناس حتى لا يظن البعض اشمل والاعم والاكبر. وهو ده حقيقه فعلا. حتى ما يفكرش البعض ان انا لما اذي غير مسلم انا حر. لا ما فيش كده. لا 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 تتوافق مع اداب وتعليم الاسلام. فالروايه الاخرى مسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وجات الروايه الصحيحه بقى الواحده في المؤمن. من هو المؤمن بقى الدرجه الاعلى؟ من امنه الناس. ما قالش فيها المؤمنين، ما قالش فيها المسلمين، من امنه الناس على اموالهم ودمائهم واعراضهم. هو ده المؤمن. فالمؤمن ان لم يكن نافع صحيح ما يبقاش دار. ما يبقاش دار. طيب احنا شايفين قوافل الخير، فكره انه الناس تدفع في ملايين الوجبات والاكل والكراتين اللي فيها خيرات الله وكده، ونفضل يعني سبحانه وتعالى في القران الكريم قال ينفقون، معنى الاستمراريه يعني مش انفقك حتى ينفقون. ده فراي حضرتك ايه؟ الحقيقه قوافل الخير دي تحت رعايه السيد الرئيس شيء رائع جدا. واعتقد جمعيه البر والتقوى مساهمه مع صندوق تحت مصر فيها
بشكل كبير جدا ورائع للغايه. اعتقد يعني مقدمين على انهم يدخلوا موسوعه جينيس ريكوردز. ايوه لانه مليون اسره اعتقد هيفتحوا بيوزعوا في يوم واحد شيء رائع على شيء مليون رائع. فده طبعا شيء رائع. وشايف انا شايف كمان حاجات غير اطعام الطعام يعني شايف في اجهزه وفي طبعا يعني اشياء اخرى ده كل ده الحق ابواب خير نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل في الميزان وثلاجات وطبعا الرعايه الطبيه ما شاء الله طيب الاطعام بقى يعني نعم. فكره ان انا في عندي مثلا اسره انا متكفله بيها كل شهر انا ببعت لها فلوس اكلها وشربها او انا ببعت لها اكلها وشربها هل تعلم يا استاذ ان ده باب مفقود للاسف وكتير من الناس النهارده مهتمين قوي قوي بالسرقه الجاري فتقول لهم طيب احنا عندنا اسر غلابه وفقير عايزين نطعمهم عيالهم بسطاء عايزين نلبسهم اللي عايزين سرقه جاري طيب ايه رايكم ان الولد الصغير ده اللي هيتعلم ولا ده صدقه جاري ده مش هتبقى سرقه جاريه لما تطعموا هؤلاء الناس ويصلوا ويصوموا كده ويذكروا ربنا ويسبحوا منه الخير ده مش سرقه جاريه فاطعام الطعام من اولى واحسن الدرجات صحيح هم في الجمعيه البر والتقوى حددوا للاسره 3000 بس مش كل فرد يقدر يدفع 3000 للاسره يقدر يساهم يعني لو 5-6 تبرعوا على ان هم يقوموا لو حد تبرع بسهم ان شاء الله 300 جنيه للسهم الواحد لاطعام اسره ده شيء عظيم جدا صحيح والنبي عليه الصلاه والسلام قال اطعموا الطعام اطعموا الطعام وافشوا السلام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام الله والقران نفسه يعلمنا يقول ويطعمون الطعام على حبي عارف على حبي يعني ايه يعني اشتياق لي هو انا ده اللي عندي يعني أنا يبقى مبسوط وهو بيعمل طبعًا لما مسكينا ويتيما وأسيرا عارفة الأسير ده حضرتك كان وقتها منين؟ من قريش بعبود الأوثان ومع ذلك القرآن يقول لي هتاخد أجر وأحبك هتبقى من عبادي اللي بحبهم لما تطعم هذا الأسير اللي هو أصلاً ما بيعبدش ربنا اللي بعبد الأصنام طيب هو سبحانه وتعالى يعني فكرة الإطعام بشكل عام هل هي للفقراء؟ بس احنا مثلا في العيد يعني محبب قوي فكره ان انا اكل اهل بيتي او اكل في الصيام يعني هو بالتاكيد شوفي حضرتك اي عطاء اطعام اسقاء لبس الى غيره يجوز للغني وللفقير ما لم يكن من الزكاه زكاه يبقى فقط من للفقراء والمساكين انما من غير الزكاه على فكره طلع حد كده في فيديو كده على اليوتيوب يقول تبرعوا بكل مرتبكم فالراجل مسح بيقول له ازاي اتبرع بكل مرتبي قال له انت اصلا بتعمل كده انت بتنفقوا فين قال له على اسرتي قال له ما هي انفاقنا على اسرتنا صحيح. ده ايه صحيح مش الحديث قال لنا دينار انفقته على اهلك واخر في رقبه وثالث في سبيل الله ورابع ده كده كانه طلع فلوسه كلها لله اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك الله فاللي بيدفع مرتبه ده لاولاده ده وياكلهم ويشربهم من حل طيب ما ده ده خير صحيح. الصدقه صحيح نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق شكرا لكل حضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله.